السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي دائما الى مشانل. جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم كيف ما قريتم العنوان غادي يكون عباره عن وصفه لصباغه الشعر باللون الاشقر تحت طلب بزاف ديال الاخوات وديال الفتيات ايضا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه، خصوصا انها بمكونات طبيعيه 100% بدون اكسجين وبدون مواد او لا صباغه كيماويه او لا مواد كيماويه. الوصفه 100% طبيعيه، كتحتوي على مكونات متواجده في اي منزل مغربي، المكونات ديالها طبيعيه ومفيده للشعر 100%. فنتمنى يا رب تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه. ويلا دابا ندوزو المكونات. اول مكون البنات غتحتاجوه هو زيت الزيتون. ثاني مكون هو الكركم، الكركم يكون حقيقي. وثالث مكون هو الخل ديال التفاح، خل التفاح. رابع مكون البنات هو الحامض البلدي. فوالا هذا الحامض هذا خاصكم تعصروه حتى تحصلوا على جوج كيسان اولا على الاقل كاس واحد ديال الحامض باش تعملوه على الشعر ديالكم. دونك كيف ما قلت لكم غتحتاجوا 4 ديال المكونات، زيت الزيتون والكركم ولا الخرقوم، وغتحتاجوا خل التفاح والحامض البلدي. دونك هاد المكونات هادو غتخلطوهم مع بعضياتهم، غتخلطوا زيت الزيتون مع الكركم او لا الخرقوم ومع ايضا الخل او لا خل التفاح وايضا الحامض. عصروا كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو حتى تحصلوا على كاس ديال عصير الحامض او لا جوج الكيسان، ومن بعد خلطوا المكونات حتى تصبح متجانسه مع بعضها البعض وعملوا على الشعر ديال لكم لمدة ساعتين او لساعتين للحصول على نتائج افضل ان شاء الله ولتنال الاعجاب ديالكم ايضا. وداوموا على هذه الوصفة هذه مرة واحدة في الاسبوع على الاقل او مرتين على الاكثر، كومسا يعني ما تضروش الشعر ديالكم وكومسا تبقى لكم الصباغة في اللون ديالها، يعني ما تبداش تمشي ان فوا تمشي خاصكم تعاودوها من جديد. فباش تيفيتيو هذا المشكل هذا خاصكم تعملوا الوصفة على الاقل مرتين في الاسبوع، على الاكثر عفوا مرتين في الاسبوع، على الاقل مره واحده في الاسبوع. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو ان الوصفه طبيعيه 100% بدون اكسجين بدون مواد اصطناعيه او لا صباغه اصطناعيه. الوصفه سهله مهله وكتخرج الشعر اللون ديالو اشقر ذهبي. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه وان شاء الله جايكم بوصفات اخرى لصباغه الشعر، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم حتى هما في القريب العاجل. وما تنساوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه لكي لكم كل جديد، وايضا ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الاشعارات ديالي. وما تنسوش ايضا تعملوا لايك وتبارطاجيو لا فيديو اللي تعمل الفائده للجميع وتخليو لي تعليق زوينه من ورا ما تجربوا هذه الوصفه هذه. وانا نقول لكم ان شاء الله نشوفكم في فيديو قريب عن قريب ان شاء الله. بسلام عليكم.